من جسر اليتم إلى الموانئ يمتد الطريق الخلفي للعقبة والمخصص للشاحنات فقط بمسافة تصل إلى 21 كيلو مترا تشوبها مخاوف من حوادث السير المميتة التي يشهدها سنويا. فمنذ عام 2018 ولغاية اليوم سجل الطريق وقوع 73 حادثا نتجت عنها 10 وفيات. مواد كيماوية وبترولية وغذائية تنقلها الشاحنات التي تقطع هذا الطريق لمختلف محافظات المملكة في حركة نقل توصف بالنشطة خاصة مع اكتمال منظومة موانئ المدينة. يعني ناس كثيرة شطبت في الخلف يعني من وراء المطبات، يعني مش طالبين شيء كثير من هالدولة. شوفوا كيف الشارع، يعني لا ملحقين لا الناس لا كوشوك ولا صيانة على السيارة، شهري تقريبا لا بريكات، قاعدين نعاني. يعني أكبر شيء يعني ما قاعدين نشوفه تقريبا قبل أسبوع صار فيه حادثين على آخر طريق الخلف من تحت، والسبب كان نفسه الجوار والمطبات هذه اللي احنا نعاني منها. مديرية أشغال العقبة والتي تقع على عاتقها مسؤولية هذا الطريق أكدت أن مخصصات مالية ضمن موازنة 2019 لصيانة الطريق، وأنها تقوم على إدراج المناطق الأكثر تضرراً لعمل صيانة طارئة لتحسين مستوى الطريق. أعمال الصيانة تجري على جميع طرق المحافظة. اليوم كان في أعمال صيانة على الطريق الخلفي والطريق الصحراوي باتجاه القويرة، فأعمال الصيانة شغالة على مدار الساعة. عملية صيانة جديدة ستبدأ العام المقبل بعد مرور 16 عاماً على آخر عملية صيانة شهدها الطريق عام 2003. ما يقارب 5000 شاحنة تسلك من هذا الطريق يومياً وسط غياب الالتزام بالسرعات المحددة، الأمر الذي يساهم في رفع نسبة الحوادث وضحاياها، كما أن الطريق أصبحت بحاجة لإعادة تأهيل خاصة مع تزايد حركة النقل عبرها. صفا خوالدي، المملكة، العقبة.